يهديكي ربنا يا بنتي. وانا اللي ما يحمنيش ما اتجوزهوش، وغير كده ما عنديش كلام. سيبيها دلوقتي يا شمش، اللي فيها مش قليل. معوش حد في بيتي دلوقتي. واه يا اسماعيل، هتطلعني من بيتك؟ قلت معوش حد في بيتي. حرمان عليا بيتك ليوم الدين. يلا يا فاطمة. يا صالحة، اخوكي دمه فايل. مالياش اخوات، بعد عني. فين البيت؟ مالك ومال البيت؟ سايقة العوج ليه يا ليلى؟ ترضى تجوز راجل طروس ابني وسط الطريق؟ ترضى لبنتك تاخد اللي ما قدرش يحميها؟ ارضالك الموت لو مش نظيفة. عقلك مال يا ليلى. تتطلقي منه وانت بنت ماشي، لكن لو جالك كلب بعد كده وقلت لا، هيكون اخر يوم في عمرك. فاهمة؟ سيدي شيخ العرب همام، قول لي المرسال ما ريحش لحد. انا شيخ اسماعيل، اخش ولا خذها من قصرها وروح؟ اتفضل بيتك. وتزعل وتشوح وتمشي اختك من البيت ليه؟ كله ده يا ولد عمي. ولد عمك؟ ما كنتش نصرت قاطع الطريق على ولد عمك. كنت عاوز نقتله، اقول له ما دام رجعت بنتنا نظيفه تموت. معك حق. لا، نسيبه حي يجيب سيرتها لكل عابر على الطريق. عارف لو كنا قتلناه كانت البلاد كلها قالت ايه؟ كانوا قالوا الهماميه قتلوا قطع الطريق عشان عمل وسوى في بنته. اسماعيل، تعرف اللي بيني وبينك ايه؟ ايوه عارف. لا ما تعرفش. انت ولد عمي وجوز اختي واخو مرتي واخوي وصاحبي. مفيش مشوار في الدنيا خطيته من غيرك. نكرم الاكرمونة ولا تاخدنا العزة بالاسم؟ طب لو كان قتلها كنت عملت ايه؟ ما رجعهاش وصخها. لكن ده جه لحد عندك وقال لك بنتك اهي، وكمان خلصها من جوزني، كان هيبقى عار على ظهرك العمر كله. انت فاكر ليلى دي بنتك وحدك؟ ما خافش عليها انا؟ ما هو لو عندك عيال كنت عرفت. ماشي اسمع، والله لو عندي عيل عيد 3 سنين بس كان هيبقى مخه راوي عنك وفهمني اكتر منك. نفسي اعرف انا صاحب تليس مليان زلط ليه. طب وصالح؟ لا صالحه مش زيي، انا قدرت على نفسي وجيت لحد عندك وانت ما تستاهلش. صالحه لازم تروح لها لحد بيتها وتحب على جزمتها كمان، ولا مش هتخشي لك بيت. اخته انا عارف. لا ما عارفهاش. اختك كم سنه؟ 12 سنه. انا ربيت صالحه وعارفها زين. تعال اسماعيل وصالحها. حاضر. سلام عليكم. ولا كنت بعرف هوا ولا لسه بغايا بميل. يا نار قلبي تشوى من وهجة المواويل. يا نار قلبي تشوى من وهجة المواويل. ياللي بدعته الغرام ما بدعتلوش ليه دوا، يرد تاني المنام للي سهر وانكوى. يرد تاني المنام للي سهر وانكوى.
القاضي. سنة من الهوار يا شيخ العرب، جو ست ليلة. دخلوه. مرحبا يا شيخ العرب، أنت كبرنا كلنا، والشيخ إسماعيل ما راديش يرجعها لي. غلطان إسماعيل. أقعد يا ولدي، خد نفسك، باين عليك تعبان. دلوك يا شيخ العرب، حد يقدر على قاطع طريق؟ طبعا لا. أديك قلتها، قطع فرطنا. معلش يا ولدي، ولو بيتنا مع راجل كان حماك. والله عملت قد ما قدرت، حاربت وحدي لحد كل اللي حواليا ما مشوا. أحارب وحدي يعني؟ لا، ده حتى يدك توجعك. وتحارب وحدك ليه؟ عشان مرتك؟ طز، ده حيالله مرتك. والقدرة تغلب الشجاعة. يا شيخ العرب كنت وحدي، وهو كان معاه 50. جدح جدح. انت عارف ايه دلوقتي؟ عايز مرت يا شيخ العرب. مرتك؟ قل لي الاول يا سند، يعني ايه راجل؟ الراجل راجل. صح، واحنا بيتنا لازم نتجوزها يبقى راجل. وانا ايه؟ انت كلب. اللي ما يحميش مرته يا سند يبقى كلب مقصي. يعني همشي من غير مرتي؟ ترضاها لي؟ لا، مرضاها لكش، تمشي بمرضك. بس الأول اطمن انك راجل، وبعدين هبقدها لك. تطمن كيف؟ زي الناس. هتخش الأوضة دي واجي اطمن عليك. هخش فين؟ سأل. موجود يا شيخ العرب. هتعمل ايه؟ هقول لك هتعمل ايه؟ نزلني. دينا قاعدين نشوف ايه حكاية راجل دي. هقول لك نزلني ردوك، هضربك، نزلني هقول لك. أول ما يقول أنا مرض يرجع بيت أبوه، فاهم؟ بعد عني. حقك علي. 35 سنة في بيت حمام، عمره ما قال لي كلمة عفشة. خلاص عاد، ما تبكيش. تتردي من بيتك اسماعيل؟ يعني لو زهقت من هنا هروح لمين؟ خلاص ماليش اخوات. بعد الشر ده انت اغلى الناس. خلاص سماح، عايز نرضى عنك، ما تزعلش ليلى. حاضر. ما تسيبش همام ولا يوم، خليك في ظهره زي اخوك.